مين بيعرف شو هن أعظم اكتشافين من فجر التاريخ لليوم؟ ما بدي طول عليكم إنه أعظم اكتشافين أو فكرة اكتشاف من فجر التاريخ كان الطريق. نعم الطريق، لأنه لو ما الإنسان شق الطرقات كان بعده جوات المغارة. أما تاني اكتشاف أو فكرة عبقرية فكانت قطع الطريق، وبالتالي هيدا بيعني قطع التواصل بين البشر. هلأ فيما تختلف الروايات عن جنسية المكتشف العبقري الأول اللي فكر بشق الطرقات، يجمع العلماء ورجال الفكر والأدب والشعر والفكاهة على أنه أول مين فكر بقطع طريق كان واحد لبناني. اللبناني إذا فرح بيقطع الطريق، وإذا زعل بسكر الطريق، وبالحالتين لازم اللبناني يعرف أنه قطع أي طريق معناته العودة للمغارة، مغارة ما قبل التاريخ. هذا رأيي، فكر فيها.